وصفه أحد النقاد بأنه يضع رسوماً لأفكاره. جمع بين فني الموسيقى والرسم التشكيلي، فكانت تجربته فنية زاخرة. الفنان التشكيلي أديب مخزوم أعطى ووصف بريشته وكرس لحظات ليحتفظ بسيرة فنية انطبعت باسمه على مدى أكثر من 35 سنة، كان آخرها معرض بكائيات الحرب والأقنعة والانبعاث الجديد الذي اختزل فيه مراحل عديدة بالحياة السورية. معرضي الحالي المقام حاليا بدار الأوبرا، رتبت اللوحات أنا حسب المواضيع. في لوحات بقياسات جدارية، يعني فيها قوارب وفيها طيور النورس وبحر، وهاي بتعيدني لذكرياتي على امتداد الشاطئ الرملي في مدينة طرطوس. بننتقل للمجموعة الثانية اللي أنا حطيت عنوان بكائيات الحرب، سوريا نهر الدموع. يعني هوني أنا جسدت فتيات باكيات مشان عبر عن مرارة المرحلة اللي مرينا فيها أثناء الحرب. بعد هاي المجموعة في مجموعة الأقنعة، أنا جسدت كمان فتيات بأقنعة لأنه الحرب أسقطت الكثير من الأقنعة. في المجموعة الثالثة جسدت فيها أطفال، يعني أثناء ذهابهم وإيابهم من المدرسة. يعني أنا هذا المشهد كثير أثرني، التلاميذ هني حاطين شنطة على ظهرهم ورايحين وجايين على المدرسة، لذلك أنا جسدت هالمشهد هذا ببعض اللوحات. الكتابة النقدية بشقيها التشكيلي والموسيقي قدرت تسرق حيز كبير من حياة مخزوم لحد ما قرر يرجع للرسم بالفترة الأخيرة. بعد ما سرقتني الكتابة النقدية من الرسم على مدى أكثر من 35 عاماً، عدت إلى لوحاتي وألواني بزخم كبير. يعني هذا المعرض يتضمن أكثر من 40 لوحة، انتقيتهم هدول من 100 لوحة جديدة. من يرسم يجب أن يمتزج بالموسيقى، لذلك أنا برسم وبكتب على صوت الموسيقى، طبعاً الموسيقى الراقية والأغاني العصر الذهبي. محطات عديدة بحياة الفنان أديب مخزوم تكللت بإنجازات على المستوى المحلي والعربي، بتقدر تلخص مسيرة فنان سوري حقيقي.